ازيكم؟ كنت نزلت اكتر من مره فيديوهات قصيره بتكلم فيها عن الرادارات الجديده اللي بتتعمل في مصر الفتره دي، وهي منظومه النقل الذكي ITS. الرادارات دي او سيستم النقل ده حرفيا هيغير من شكل الطرق في مصر، لانه نظام متطور جدا هيتحكم في كل حاجه على الطريق، سواء بقى مخالفات سرعه، وزن، ارتفاع، رسوم، كل حاجة هتتعمل بعد كده بشكل اوتوماتيك، مش هيكون فيها اي تدخل بشري او التدخل البشري فيها هيكون بسيط. والمفروض ان السيستم ده بيتعمل دلوقتي على الطرق السريعة في مصر، زي طريق شبرا بنها الحر والطريق الدائري والسويس والعين السخنة وغيرهم كتير، وفي منهم طرق خلصت فعلا وحاليا هم شغالين في الباقي. المهم بس النهاردة احنا عايزين نتكلم عن كل حاجة في السيستم ده علشان نعرف كويس هو بيعمل ايه وبيشتغل ازاي، علشان ما نلبسش كتير الفترة الجاية. بس طبعا في الاول، لو انت اول مرة تشوفني ومهتم بالموضوع اللي تخص العمارة او تخطيط المدن، انزل بسرعة واعمل سبسكرايب للقناة. وطبعا لو الحلقة عجبتك ما تنساش اللايك والشير. واهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاية معماري، انا احمد علي، ويلا بينا نبتدي الحكاية. مصر من بعد 2016 تقريبا بدأت مشروع قومي كبير لتطوير الطرق على مستوى الجمهورية، تقريبا اشتغلوا في كل المحافظات، اعمال توسعة بقى ورصف واصلاحات او زي ما بيسموها رفع كفاءة، كل حاجة. وطبعا القاهرة كان ليها نصيب الاسد في المشروع ده، لانها طبعا العاصمة وفيها اكبر تكدس سكاني، علشان كده بدأوا يطوروا الطرق السريعة اللي بتوصل ليها، وخصوصا اللي بتربط بينها وبين العاصمة الادارية الجديدة زي طريق السويس والاسماعيلية. وكمان طوروا الدائري ووسعوه وعملوا طرق جديدة زي طريق شبرا بنها الحر، غير الطرق والكباري اللي اتعملت وتوسعت جوه القاهرة. المهم مشروع التطوير ده ما كانش ينفع يكمل غير لما يكون فيه نظام مراقبة قوي يتحكم في المرور في الطرق دي، لان ده لو ما حصلش هتتحول لكارثة حرفية، وبدل ما تسهل من حياة الناس هتكون سبب رئيسي في حوادث كتير ممكن تحصل عليهم. علشان كده كان لازم يعملوا نظام تحكم شامل في الطرق دي، ومن هنا جت فكرة تطبيق منظومة النقل الذكي ITS، واللي المفروض مصممها شركة إيطالية اسمها موفيول. الشركة دي صممت نفس المنظومة في دول تانية كتير زي ايطاليا وبولندا والبانيا وتشيلي. وعلشان نتفادى المخالفات اللي ممكن ناخدها على الطرق واحنا ماشيين، لازم نعرف في الاول النظام ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه وايه التكنولوجي اللي موجوده فيه. والموضوع ببساطه علشان الناس تفهمه، السيستم ده بيتكون من 3 عناصر اساسيه موجوده على الطريق، وكلهم بيكملوا بعض ومتوصلين بغرفه التحكم الرئيسيه في العاصمه الاداريه. الثلاث عناصر دول هم الجانتري، وده عباره عن فريم ستيل متثبت عليه كاميرات وشاشات، وبيكون موجود كل مسافه معينه على الطريق، والناس اللي بتستخدم طريق بنها الحر اكيد شافته. وفي حاجه تانية اسمها البول، ودي عباره عن اعمده متثبت عليها رادار وكاميرات. وتالت حاجه طبعا هي البوابات الرئيسيه اللي بتكون في اول الطريق واخره، ودي اللي بندفع عندها الرسوم. وعلشان نفهم السيستم ده بيشتغل ازاي، خلينا في الاول نبتدي بالجانتري، وافتكروا الاسم ده كويس علشان هنستخدمه كتير بعد كده. الجانتري ده زي ما قلنا هو عباره عن فريم ستيل متثبت عليه كاميرات وحساسات وشاشات، وكل كاميرا من الكاميرات اللي موجوده عليه بترصد حاجه معينه ليها وظيفه محدده، والمفروض ان الالجوريزم هو اللي بينسق شغل الكاميرات والحساسات دي كلها مع بعض. والشاشات اللي موجودة دي بيتعرض عليها معلومات للناس اللي سايقة على الطريق، زي مثلا حالة الجو، درجة الرطوبة، في شبورة على الطريق ولا لا، ولو في حادثة في حارة معينة برضو بيظهر لك على الشاشة دي. كمان بيظهر عليها السرعة اللي المفروض تمشي بيها على الطريق دلوقتي كام، يعني السرعة مش هتكون ثابتة، لا دي ممكن تتغير على حسب حالة الطريق. من الاخر كل حاجة هتتعرض على الشاشات دي. طيب تعالوا كده واحدة واحدة نتعرف على الكاميرات اللي متثبتة على الجانتري ونعرف كل واحدة فيهم بتعمل ايه بالظبط. اول حاجة طبعا موجودة هي الرادار العادي اللي كلنا عارفينه. الرادار ده قادر انه يرصد السرعة اللحظية لأي عربية بتعدي من تحت، وطبعا لو معدي سرعة الطريق هتتخالف. ومش بس كده، لا ده الموضوع اكبر من كده بكتير، علشان بس الناس الناصحة اللي بتهدي عند الرادار وبعد كده تكمل سرعة في الطريق عادي، الكلام ده خلاص مش هينفع، لان في كاميرا بتصورك وتحدد سرعتك وانت عند البوابة الاولانية، وعند البوابة التانية برضو بتتصور وسرعتك بتترصد. والالجوريزم بتاع السيستم ده عن طريق فرق الزمن بين الوقت اللي عديت فيه البوابة الاولانية والتانية بيقدر يعرف انت كنت ماشي بسرعة كام طول الطريق. والموضوع مش صعب، المسافة معروفة بين كل جانتري والتاني، ودلوقتي معاهم الزمن سهل جدا يحددوا السرعة اللي انت كنت ماشي بيها، ودي بيسموها السرعة المتوسطة. لو معدية برضو سرعة الطريق بتتخالف. الجانتري ده برضو متثبت عليه كاميرا اسمها الـ ANPR. الكاميرا دي كل دورها انها تصور اللوحة بتاعة العربية، وفي جهاز تاني اسمه الـ RFID، ده اللي بيلقط الملصق الالكتروني اللي موجود على الازاز. وبالشكل ده السيستم بيقدر يعرف كل المعلومات اللي هو عايزها عن العربية، نوعها بقى، الموديل بتاعها، لونها، الرخصة اللي فيها منتهية ولا سارية، كل حاجة. طب ده حاجة حلوة جدا،
ايه تاني؟ في كاميرا تانية موجودة اسمها التراك كام، ودي كاميرا كل وظيفتها انها تعمل تتبع للعربيات، تعرف مسارها على الطريق كان ازاي، يعني لو في عربية معينة مخالفة وعايزين يعرفوا مشيت ازاي او راحت فين بيكون عن طريق الكاميرا دي. وفي كاميرا كمان اسمها الاي اي دي، دي كاميرا وظيفتها الاساسية انها ترصد المخالفات التانية، اي حاجة غلط حصلت على الطريق بتدي الارم، عربية وقفت فجأة، عربية ماشية بطيء، عربية سابت حارتها وكسرت على الحارة اللي جنبها، كل الكلام ده كاميرا الاي اي دي هي اللي بترصده. هنلاقي كمان البي تي زي كاميرا، ودي كاميرا بتتحرك 360 درجة والريزوليوشن بتاعها عالي جدا، قادرة انها تصور اي حاجة على مسافات كبيرة على الطريق، ودي كل وظيفتها على حسب ما فهمت انها بتسجل اي حاجة بتحصل على الطريق بحيث يكون في صورة واضحة لاي مشهد. يعني مثلا الاي اي دي لو رصدت اي مخالفة بتبعت اشارة للبي تي زي علشان تصورها وتسجلها بحيث يقدروا يرجعوا لها بعدين. غير الكاميرات بقى في سنسورز محطوطة برضو على الجانتري، ودي معمولة علشان تقيس مثلا ارتفاع العربية لو مخالفة عن الارتفاع المسموح، ومش بس الارتفاع، لا دول كمان عاملين ميزان على الارض علشان يوزن اي عربية بتعدي، بحيث اي عربية شايلة وزن اكتر من المسموح بتدي الارم على البوابات علشان يرجعوها، ودقة الميزان ده بتوصل ل 80%، وده رقم مش قليل خالص، ده بيوزن العربية وهي ماشية من غير ما تقف. طيب ده كده تقريبا كل حاجة بالنسبة للجانتري، نيجي بقى للحاجة التانية وهي البول، وده برضو عبارة عن عمود متثبت عليه الرادار وكاميرات موجود في اماكن معينة على الطريق، بس الرادار اللي موجود عليه مش رادار سرعة، لا الرادار ده بيحسب عدد العربيات اللي بتعدي على الطريق، وكمان بيعمل لهم كلاسيفيكيشن علشان يعرف نوع العربيات اللي بتعدي، هل هي نقل ملاكي وكام واحدة بتعدي كل يوم، بحيث يستفادوا من الاحصائيات دي بعد كده بقى في المرور او في صيانة الطريق. وكمان برضو متثبت عليه كاميرا AID اللي قلنا انها بترصد اي مخالفة او اي حاجة غريبة بتحصل على الطريق، وفي كمان عليه كاميرا هاي ريزوليوشن اللي هي BTZ. اخر حاجة بقى هي البوابات، ودي برضو موجود عليها نفس النوع من الكاميرات علشان تحدد العربيات اللي داخلة واللي خارجة، فيها برضو ميزان للعربيات بس طبعا ادق بكتير من الميزان اللي موجود في الجانتري، لان هو ده اللي بيوزن العربيه وهي واقفه ويتاكد من الاشاره اللي بعتها الجانتري صح ولا غلط، وكمان هو اللي بيحدد الرسوم اللي بتدفع على الوزن، علشان كده لازم يكون دقيق جدا. طيب ده كده شرح السيستم ببساطه من غير اي تعقيدات، وكل الغرض منه انهم يامنوا الطريق اكتر ويتحكموا فيه على قد ما يقدروا بحيث يقللوا الحوادث اللي ممكن تحصل عليه، وكمان يحافظوا على الطريق لاطول فتره ممكنه. وفي حاجه مهمه جدا عايز اكد عليها، السيستم ده خلاص موجود وشغال، وفي طرق خلصت بالكامل زي طريق شبرا بنها الحر، وحاليا هم شغالين في باقي الطرق، والمرحله الاولى منه هتكون 7 طرق: شبرا بنها الحر، العين السخنه، الدائري، السويس، الاسماعيليه، الاوسطي، الاقليمي. كل الحاجات اللي انا شرحتها دي موجوده في السيستم، الفكره بس انه لسه حتى الان ما تاكتفش عند المرور، علشان بس انا عارف في ناس كتير هتكتب لي في الكومنتات انهم رايحين جايين على شبرا بنها الحر وما بتنزل لهمش اي مخالفات. الكلام ده علشان السيستم لسه ما اشتغلش بشكل رسمي، هم دلوقتي لسه بيجربوه، هيشتغل امتى بقى الحقيقه لسه ما نعرفش. طب ايه العمل؟ ملخص الموضوع في كلمتين: هتتجاب. فكره بقى ان احنا نجري على الطريق والغرز اللي كنا ناخدها زمان دي خلاص اعتقد عفى عليها الزمن، ولازم دلوقتي نتعامل مع العربية انها وسيلة مواصلات مش اكتر، انما بقى لو عايزين نجري وناخد غرز فاحنا لازم نشوف لنا مكان تاني، لان بعد تشغيل المنظومة دي اعتقد ان الموضوع هيكون شبه مستحيل. وبس كده يا سيدي، خلصت حلقتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتك او ما عجبتكش، لانها في الغالب مش هتعجب ناس كتير، فانزل واعمل لايك، انا ماليش دعوة، انا يدوب ببلغ. وياريت طبعا تشيروا الحلقة دي مع اكبر عدد ممكن علشان الناس كلها تعرف المنظومة وتاخد بالها، ونحاول ننقذ ما يمكن انقاذه. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.